مساء الخير احبائي واعزائي، وكل عام وانتم بخير. هل ما حدث ابكى المسيحيين؟ هل ما حدث جعلهم يبكون او جعل الحزن بداخلهم؟ ما اعتقدش. ليه؟ هنا واحد، هنا اتنين، هنا تلاتة، هنا اربعة، ما فرق بقى. ولكن الحقيقة المرة ما تعرفش الحقيقة فين. كلام بيتقال وكلام بيتعاد وكلام بيتحط زي ما كان بيتقال قبل كده، والحقوا واعملوا وسووا. لكن الحقيقة المرة والمخجلة اللي مازال بيتقال على السوشيال ميديا. طب يا ترى، وهل يا ترى هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ هنعرف. طيب، عشان محدش يقول ان احنا بنزيط او بنقول كلام مش معقول او كلام عجيب، بص وشوف. طب ايه هو الكلام اللي بيتقال؟ هنعرف الكلام اللي بيتقال. زور شهادة اسلام، زور شهادة اسلام. بدأت قناتنا، قناة الملكة والامير بسن، حلوة مباشر، وهو زور شهادة اشهار اسلام الفتاة كريستين صلاح. كلام معقول. طيب يا ترى وهل ترى ايه اللي حصل؟ ايه اللي جرى؟ هنعرف الحكاية بالتفصيل، هنعرف الحكاية بالتفصيل. طيب، وعشان نعرف الحكاية المرة دي لازم نعرف ان الامر صعب. ليه؟ برضو هنعرف لما يجي يقول لك ويعد لك ويزيد لك في كلام مش معقول، قل له طب يا حبيب قلبي الحقيقة فين؟ هيقول لك صراحة الحقيقة عندي. طيب، هنا بيقول لك ظهور شهادة اشهار اسلام الفتاة المختفية كريستين صلاح مختار. تداول نصر عطاء تواصل الاجتماعي ظهور شهادة لإشهار إسلام الفتاة المسيحية المختفية كريستين صلاح مختار اسكندر. الجدير بالذكر أنه تم تداول مقطع فيديو لوالد الفتاة المسيحية المختفية كريستين صلاح مختار اسكندر، الفتاة المسيحية المختفية، يؤكد فيه بأنه تم اختطاف ابنته وإنها لم تختفي بإرادتها. وأكد أن ضابط قسم ملوي أكد له أثناء تقديمه لبلاغ بأنه مفيش حاجة اسمها بنت مخطوبة، البنات بتمشي بمزاجها. وهو الأب قال أنه يستغيث برئيس الجمهورية ووزير الداخلية للتدخل في الأمر، حيث نشرت صفحات وجروبات مسيحية واقعة لاختفاء الفتاة المسيحية كريستين صلاح مختار، تاريخ ميلادها 22/11/2004، بطاقة رقم قومي 30411-43-40-3825، من مواليد عزبة سيف النصر الغربية، مركز ملوي، محافظة المنيا، 19 سنة، متغيبة من السبت الموافق 20/1/2024، كانت تدرس في الصف الأول بالمعهد الخدمة الاجتماعية بمحافظة قنا، وتقيم في شاكة للمغتربيات تابعة لعائلة قبطية بقنا بجوار المعهد. وفي صباح يوم السبت الموافق 20 يناير 2024
ذهبت كريستينا صلاح مختار اسكندر للامتحان ولم تعد في الموعد المحدد كالعادة لرجوعها لبيت المختربات الذي تقيم فيه. فقامت المشرفة المسؤولة عن بيت المختربات بالاتصال بها لمعرفة سبب تأخرها ولم ترد عليها. قامت المشرفة بالتواصل مع أسرتها لإخبارهم بالأمر، وحضروا بالفعل لمحافظة قنا وقاموا على الفور بتحرير محضر إداري وحمل رقم 421 سنة 2024، ومن خلال تفريغ الكاميرات بالأماكن التي تواجدت فيها فوجدوها قد حضرت إلى لجنة الامتحان وأدت الامتحانات، وبعدها خرجت من مبنى المعهد واختفت. ملف اختفاء القبطيات، ونحن نبحث عن ترسيخ مبادئ وقيم المواطنة الكاملة داخل الدولة المصرية، وجدنا العديد والعديد من الملفات التي لم يتم حسمها، وإن أن أمام الدولة المصرية الكثير والكثير من أجل ترسيخ دولة المواطنة، ولحينما نصل إلى هذا الترسيخ ستراق دماء كثيرة، وسنرى خلف الأسوار مظلومين، وستضيع أسر، وسيبقى حلم الهجرة قويا، وقبل كل ذلك ستبقى اتهامات سلفا لمن قرر أنه يفكر بأنه إما منتصر أو متأخون أو ملحد أو مهرطل. سنسمع الكثير والكثير من هذه العبارات الرنانة التي ستطلق على من أراد أن يخرج عن ثقافة القطيع باحثا عن دولة مواطنة حقيقية. ولعل من أهم الملفات التي لم يتم حسمها داخل الدولة المصرية ملف اختفاء الفتيات والسيدات المسيحيات. فمسلسل اختفاء الفتيات المسيحيات مسلسل مستمر منذ عشرات السنين، وفيما يبدو انه لم ولن يتوقف ما بين اتهام المسيحيين بان هناك عصابات منظمة تقوم بخطف الفتيات القاصرات وممارسة الجنس معهم وتصويرهم وتهديدهم بهذه الصور او التلاعب بمشاعر سيدة متزوجة ثم ممارسة الجنس أيضا معها وأيضا وتصويرها وتهديدها بذلك، أو قيام جماعات دينية بعينها بالتلاعب بمشاعر النساء. نسبة كبيرة من مسيحي مصر يؤكدون وجود هذه النوعيات وينكرون تماما خروج سيدة بمحض إرادتها وقيامها بالزواج من مسلم أو ترك المسيحية. وما يغذي هذه الأهواء وهذا الأمر رفض المجتمع المصري والقانون المصري ومرجعه للمادة الثانية للدستور التي تؤكد بأن الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع والتي تمنع تطبيق الحرية، في عكس الأمر أن يرفض تجول أو تحول سيدة مسلمة لمسيحية أو الزواج من شاب مسيحي. ما بين كل ذلك يبقى مسلسل اختفاء المسيحيات طعنة في قلب المواطنة داخل هذا الوطن الشرير، وملف مفتوح ولن يغلق في دولة لا تعرف من المدنية شيئا إلا اسمها فقط. نشرنا قبل سابق رأي القمص رابامون الشاي والصحفي أيضا أشرف حلمي، وبعدها رأي صفحة يوميات في حياة الأنباء منوس وقناة الملكة والأمير لوضع الحل النهائي لهذه الكارثة التي تؤرق المجتمع المصري، وبعدهما كشف تدخل داعش في الأمر ومذكرة منظمة MM الدولية ووجهة نظر الناشط القانوني المعروف شريف رسمي الذي قام بنشرها على صفحته الشخصية.
ثم نطرح بنود مهمة لوقف ظاهرة اختفاء المسيحيات، ثم طرحنا رؤية الكاتبة مجدة سيدهم فيما يعرف بجهاد الأفاعي، ثم قمنا بنشر وجهة نظر الناشط المعروف صفوت تعليقا على ظاهرة اختفاء الفتيات والسيدات المسيحيات. ولدينا ايضا اختفاء الفتاة المسيحية مونيكا وجي يوسف في ظروف غامضة. نشرت الصفحات والمجموعات المسيحية خبر مفادات اختفاء الفتاة المسيحية مونيكا وجي يوسف شفيق حنا 23 سنة، تاريخ الميلاد 25 سبتمبر سنة 2000. الفتاة المسيحية مونيكا وجي يوسف شفيق حنا 23 سنة، الميلاد 25 سبتمبر سنة 2000، طالبة بكلية حقوق جامعة عين شمس القاهرة، وتقطن في شارع سعيد باشا اليوم البلد محافظة الأليومية. تفاصيل الاختفاء الذي تم منذ أكثر من 20 يوما، إنه في يوم الاثنين منذ شهر 15 يناير تقدم السيد وجيه يوسف شفيق حنا، والذي يعمل موظف بدرجة مدير عام بوزارة الصحة، لعمل محضر إداري برقم 635-2024 بمركز شرطة اليوم،
التابع لمدير عفوا نجيب النظارة الثانية. لمدير أمن يؤكد فيه اختفاء نجلات مونيكا وجي يوسف شفيق، وقد اتهم في المحضر شاب يدعى عبد الله خالد ياسين 23 سنة بخطأ، وهو طالب بأحد الكليات الهندسة الخاصة وهو جار للمسيحية مونيكا وجي يوسف شفيق. أما بعد، ونحن نبحث عن ترسيخ مبادئ وقيم المواطنة الكاملة داخل الدولة المصرية. أما بعد، وجدنا العديد والعديد من الملفات التي يتم حثها، وأن أمام الدولة المصرية الكثير والكثير من أجل ترسيخ دولة المواطنة. ولحينما نصل إلى هذا الترسيخ ستراق دماء كثيرة، وسنرى خلف الأسوار مظلومين، وستضيع أسر، ويبقى حلم الهجرة قويا، وقبل كل ذلك ستبقى اتهامات سلبا لمن قرر أن يفكر بأنه إما منتصر أو متأخر أو ملحد أو مهرطق. سنسمع الكثير والكثير من هذه العبارات الرنانة التي ستطلق على من أراد أن يخرج عن ثقافة. طيب ما علينا يا عم ولا قبلنا.